مرحبا أصدقائي، معكم ياسين. كما رجعت لكم مقطع جديد، وبهذا المقطع جبت لكم الحلقة الثانية من سلسلتنا وودكرافت، سلسلة السرفايفل. مثل ما كنت شايفين صديقنا أزون ما يبني لنا البيت، وهلأ أنا خلصت من الاستكشاف، يعني استكشفت الماينشافت. وبصراحة يا غوالي حاولت يعني أنا أصور لكم شو صار، بس علق البرنامج التصوير، يعني علق كل الموبايل حتى بسببه، واللعبة كمان يعني انحذف الفيديو، صار خربان اصلا ما عاد فينا استفاد منه، يعني ما لقط اللقطات بشكل منيح، صار الصوت يقطش وهيك. فلك انا ما قدرت اني اصور لكم، بس رجعت نزلت على الكهف واخذت صور للسبونر وللشغلات طلعت لي هيك، راح اعرض لكم اياها، لانه بصراحه انا انزعجت كتير لما ما قدرت اصور الفيديو وعلق الموبايل. بس على القليل يعني بورجيكم الصور، بقول لكم شو صار معي. وبصراحه يا غالي هلا انا ما افكر اشتغل على مشروع انه اجيب موبايل جديد، مثل ما بتعرفوا يعني هلا اذا بدي اجيب انا موبايل جديد هذا العالم غالبا بده يروح، ما بعرف الصراحه. فبحال راح يعني بنعمل سلسله جديده واحسن بيكون الوضع، على القليل يعني نقدر نصور، لانه بصراحه كثير ما تصير معي مشاكل بالتصوير، يعني ومشاكل مو طبيعي بالمره ما فينا نصور. مو شغله انه بطء بس يا صديقي، لو شغله بطء موبايل او هيك بتحملها انا، يعني مو من النوع اللي بمل او هيك شيء، بس بصراحه كتير ما تصير مشاكل، يعني البرنامج كله ما يعلق واللابي ما تعلق، فلهيك انا ما اقدر اصور. انا ما دمرت السبونر، يعني هيك ما نلعب بالعالم حتى لو انه راح، بس نحن بنتسلى، يعني هدفنا الاستمتاع بالاخير. وبحال يعني ان شاء الله جبنا موبايل احسن، فاكيد يعني رح يكون الوضع احسن من هيك بكتير، يعني بده يتحسن الوضع كتير، يعني ما عاد يصير هالتعليق. احنا هيك بمشي مني لحالي كمان، يعني لما بكبس على شغلة بدل ما اكبس عليها بكسرة، فكل هاي مشاكل من التعليق يا غوالي. خلونا نشوي الحديدات لهون ونعطي صديقنا زمان اسا حديد. لكو انا عامل له دروعة وكل شيء على فكرة، بس هو ما اخده، يعني شو عامل له؟ مثل ما كان شايفين هون جبت له هاي البلوكات تبعوت الامسيست، هاي مبرشو. فهي انا عندي معلومة عامة انه هاي حجر كريم يا غوالي، وانا لقيت هاي المنطقة اللي بتطلع بماينكرافت كمان، هاي المنطقة البنفسجية اللي بتطلع بالواجهة لقيتها وجبت هدون البلوكات منها. اوف شلون ما يضربنا هذا؟ هذا بيضرب البني ادمين وبيضرب الحيوانات. خلونا هيك نخلص عليه، نعمل له ضربه خارقه، نشوف الحديدات السمنشو. حتى لما بلعب اللعبه بشكل عادي احيانا بيصيبنا التعليق شوي، تخيلوا انتو يا غوالي. فلهيك بصراحه قررت ما عاد انزل انا على الكهف، لانه كنت رح موت يعني بسبب التعليق، عرفتوا كيف؟ نعلقته قاعد الزومبي يضربه فينا، حتى اذا بتنتبهوا دروعتي متضرره، رح اورجيكم اياها هلا، يعني مع اني عاملة انا عن الجديد، عرفتوا كيف؟ مثل ما كن شايفين هي اكيد ما تضررت كتير، بس لكو الدرع اللي معي شقد تضرر من ورا صد ضربات السكيليتون، يعني مثل ما كن شايفين صار نص دمه تقريبا، يعني كنت هيك كتير مواجه مشاكل. وراح التخت تبعي لهالسبب كمان، كان عنا تختين يعني بظن بتعرفوا انتو هالشي. خلونا نشوف هلا البيت اللي عمله صديقنا زون. مثل ما كن شايفين انا كمان عملتهم مزرعة، ولقيت بزور بط وبزور يقطين كمان من الصندوق اللي بالماينشافت. فلهالسبب يعني انا زرعت انه مثل ما كنتم شايفين راح اسمره بالمستقبل، يعني هيك نقيت لي مواقع حلوه. كان الصراحه هاي شيء في حظ، يعني والله راح اشتاق لهالعالم الزراعه، بس شو فينا نعمل، يعني ما فينا نعمل غير هيك بصراحه. بس حاليا يعني انا مستمر بهذا العالم قد ما قدرنا، يعني المشكلة اللي ما تصيبنا اللي هي التصوير، وإجبار لازم بدي الموبايل حتى لورا العالم يعني بالمستقبل. بس بتعرفوا انتو يعني هو هيك الواحد بده يصيبه حزن شوي انه يشتاق للعالم. فمثل ما كنت شايفين هاي هون صديقنا زمان كيف عمل المنطقة، وحلوة كتير الصراحة. هاي البلوكات البيضاء هو انا شفت منها شوي مع بلوكة الامسيست هاي البنفسجية يا غوالي، بعرف اسم الفظة صح، بس مثل ما كنت شايفين ما جبت كتير. فلك عملنا الواجهة هيك، يعني انت هيك بتجي بتطلع على البيت بتقول فخم، بتبرم هيك شوي فبتلاقي كوبل ستون يعني. فهي شيء حلو كمان كتير عندكم هون الشبابيك هو عاملين. طبعا انا ما شاركت بالتصميم تبع البيت، يعني كان عندي فكرة هيك انا مختلفة عنه، بس تركته هو يصمم البيت. مثل ما كنت شايفين عنا هاي الشواي كمان، والجسر يعني العظيم بدنا نشتاق لهالشغلات.
اخك الحياة صعبة، بس شو بدنا نعمل يعني؟ لا هسه بس يجي الليل بدنا نحارب الوحوش، لانه لا انا عندي تخت، يعني هو عنده تخت بس انا ما عندي، عرفت شو الفكرة؟ خلونا نروح نشوف شو بدنا نعمل بهالحديدة. لازم نخلو ياخد الدروع تبعته مشان ما يقتلوا الوحوش. معقول ما انتبه هو علي؟ معناه قلت له انا اهلكوا يا غوالي، شايفين هدون؟ هاي الصندوق اللي كان معي لكو الساعتي معه بالانفنتوري، هاي الصندوق طلع لنا وطلعت لنا كمان جولدن ابل منه، خلونا نخليها معنا احسن هيك يعني احتياطا، عرفت كيف؟ بلكي علقت وما قدرت امشي، فلهيك باكل تفاحة فورا. مثل ما يكون شايفين هون عنا كرات ثلج كمان، لازم نستعد لمواجهة الوحوش يعني. وفين راح صديقنا زون؟ اتوقع انه رام من الجسر. اوه ليك الخروف، خلونا نقتله. الله بعرف انه شكله فايت بالارض. مشكلة التدقيرة يا غوالي ما تصير باللعبة احيانا، حتى الصوت تخيله يعني صوتي انا ما عاد بيصير نظام. اف وين فايت صديق نزول؟ تانك السريك عليه من فوق، شو رايكم؟ معنا الشوفل؟ لا ما معنا، يلا بنكسر بدياتنا. يوا هون التكسير بصير اسرع. مثل ما كنت شايفين ما يحفر هون، والله ما بعرف ليه. اقول لك ما يعمل ملجأ يعني بحال صار في وحوش ليكم ما يضربنا. مثل ما كنت شايفين جزء هيك والله ملجأ سري. اوه ليكم ايوه عامل لي جسر كمان، معقول هذا بيته لو صديقنا زون او هيك شيء مخبأ السر؟ شفنا خطة هيك الخطة الطبيعية العظيمة، والله شكله هيك يعني مخبى هون اشياء بجوز جثث بشري، ما يقتل العالم مجرم بجوز يكون، ما بنعرف نحنا. احلى شيء لا يجي كريبر ويفجر هاي المكان كله. بس ليكو انتو الحفرة اللي انا عملتها عرفتو كيف؟ فلازم هين نسد احسن ما يجي له شيء شغل معين يعني. خلونا سد له اياها. مثل ما كنت شايفين سديناها، خلونا نكسر له هذه بس شكله ما يوسع المكان هيك اكثر. هوي فهذا عالم يعني حلو، بس بكره كمان بالمستقبل نحنا بنعمل عالم بنجرب يعني، بنصير هيك بنجرب بالعوالم، نعمل اول مره ما عجبنا العالم بنجرب ثاني مره يعني، فما في ابدا اي مشكله. مثل ما كنت شايفين انا محرس له المنطقه هون. اضرب البيكاكس ياكل وحوش. وليكو السبايدر ما يتطلع فينا، انه ليك هلا جايك انا، كأنه هيك قلعنا من البيت مو هيك؟ هو يا عم يبني ملجأ، ايه ضربناه بالغلط، هو ما يبني ملجأ مشان هيك الوحوش الظاهر. خلونا نخلي هادي بإذن الله، إذا ضربناه تاني مرة ما نموتو ونعطيه جولدن أبل مشان ما يزعل. خلص أنا بضحي بنفسي أنا، خليه هو ياخده. لازم نعطيه دروعته على فكرة، رح خاطر جبله دروعته أنا. مثل ما كنت شايفين الوحوش. أوه ليكو ساحرة، عم لازم ينتبه. خلونا ننزل.
صديقنا زون زون. اوف كانوا اتنين ما يضربوني يا لطيف. نعم خلونا نستخبى بالبيت. هلا بنجيب لك دروعتك بعدين يا كبير ولا يهمك. هلا كتير في وحوش. نعم ما يتقتل السكيلتون مع زومبي. خلونا ناخذ الدروع وخلصتها. ننقذه لصديقنا زوان. هلا هو ببيته بسلام ينعم بالحياة السليمة. وقعنا الكريفر مثل ما كنت شايفين. رح زدت له الدروع انا. بعد عن صديقنا تعال نأشر له هون مشان ياخذ السيف. شوف السيف. تعال نزت لي مرة تانية. أحلى شي هون كيف زدتنا الكرابر. والله بيستاهل يعني أنا أبطق الكرابر بالمرة. لكو هيك عدد الوحوش الضاري الموجود هوني مثل ما كنت شايفين. اوف كأنه كريبر. خلونا نبعد مشان ما يشوفنا لأنه بعد معنا طابات تلج مشان ما يفجر المزرعة. خلونا نستدرجه عن هيك بعمل. بس هو ما يتبع صديقنا زمان هلا فما فينا يعني نعمل هيك معه. يلا ايوه لا تخليه ينفجر وحش. خلونا نهاجم هذا السكيليتون. مات مثل ما كنت شايفين. هون لأنه حاطين نحنا شموع فما بيرسبن وحوش بس بيرسبن لقدام شوي يعني مثل ما كنت شايفين بهالمناطق. وبس أصدقائك بكون صلى لنهاية الفيديو. مثل ما كنت شايفين هاي صديقنا زون وأنا المحاربين الناجين من عالم الزومبي ومن الوحوش. فيعني هذا اللي كان الفيديو اللي انا مقلكم فيه مشكلتي يا غوالي مشان تعرفوها. احيانا حتى ليش بتاخر هيك تنزيل عن ماينكرافت. ان انا حاولت نزل من قبل
حتى من قبل ما اعمل فيديو كلاش اوف كلانز انت تخيله يعني، بس ما قدرت، قلت لكم انا مشكلتي. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطونا لايك واشتركوا بالقناه، كمان لا تنسوا تفعلوا زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر وزون، مع السلامه.